لو بدنا نفكر نمشي السيارة هذه يمين وشمال زي ما احنا شايفينها، وهي بترجع من جهة تانية كمان، والسيارة هذه كمان الزر هذا بوقفها، ولو ضربت في الحيطة هذه بتتكسر، يعني صار في كمان ردة فعل. طيب خلينا نفكر في البداية انه هذه طبعا صورة، لما بنسحب الصورة بتيجي عنا بيت ماب على شكل بيت ماب، الاوبجكت اسمه بيت ماب. البيت ماب كصورة هيك ما بقدر اتحكم فيه، عشان اتحكم فيها زي الشيب بالضبط، يعني الشيب لما نرسمه بنلاحظ انه ملوش قدرة على التسمية، ما بنقدر نسميه. فايش بنعمل؟ بنروح بنحوله لموفي كليب، نفس ما بنعمل مع الشيب بدنا نعمل مع البيت ماب، بدنا بأف 8 نحولها لموفي كليب. فعليا ممكن المركز هان ما يفرقش كتير، ولو بدنا المركز يعني إذا كنا بدنا نعتمد على المركز في بعض الإحداثيات، ممكن نفترض إنه مقدمة السيارة هي المركز، فنحط المركز هان على اليمين على أساس ممكن أنا أفحص على مركز الشكل إنه لو اصطدم بالحائط اللي على اليمين هاي. هاي أوكي. طيب هذه السيارة هذه هاي بدي أسميها كار، منيح. وبعدين هاي بدي أضيف هنا actions layer، سميتها actions، وبدي أروح أضيف enter frame event. ليش؟ عشان بدي أخلي السيارة تمشي. هاي أبسط شيء، كار دوت x زائد يساوي 1. على بساطة هذه ممكن أشوف السيارة وهي بتمشي بالشكل هذا، ولو بدي أشوف السيارة بتمشي على الشمال فالمفروض أشوفها ماينس 1. أيه هيك صارت تمشي على الشمال. طيب لو بدي أفكر أتحكم في المشي يمين وشمال باستخدام البوتونز هدول الأزرار، هذه الأزرار بدي إياهم هم اللي يصيروا يحركوا السيارة. نيجي للبوتون الأول، هاي كليك ايفنت إلو، المفروض لما أعمل كليك عليه تصير السيارة تمشي على اليمين، والبوتون الثاني لما أعمل كليك عليه تمشي السيارة على الشمال، وهي الثاني عملت له برضه كليك ايفنت، كل واحد بدي أضيف له كليك ايفنت. كليك ايفنت للبوتون عشان لما نعمل كليك عليه تستجيب السيارة إله وتعمل الحركة اللي بده اياها، البوتون الأول يمين والبوتون الثاني شمال والبوتون الثالث بوقفه ستوب هيعمل. طيب قبل ما نوصل للبوتونز ونشغلهم، أنا تو غيرت هذا الزائد خليته ناقص، معناها إنه لو أنا بدي أجي أحول يمين ولا شمال المفروض أفحص قيمة معينة. لو افترضت مثلا متغير اسمه دايركشن، هاي دي اي ار من نوع نمبر، ويبدا الدايركشن بزيرو، هل هان ممكن انا اجي اقول والله اذا الدايركشن بيساوي 1 اشتغل شغل معين، وما دون ذلك اذا الدايركشن 2 هاي إذا الدايركشن خلينا نعمل كنترول سي كنترول في، هاي 2 هذه زائد وهذه ناقص، شو اللي حيصير عندي؟ إذا الدايركشن 1 حيمشي يمين لأن الإكس بتزيد، إكس بتزيد يعني يمشي يمين. else if ما دون ذلك افحص، شو يفحص؟ إذا الدايركشن بيساوي 2 يمشي شمال، كيف بدي أمشي شمال؟ بدي أنقص. فأنا إذا زدت الإكس حيمشي يمين، إذا نقصت الإكس حيمشي شمال، صرت معتمد على قيمة الدايركشن. الدايركشن هذا متغير أنا افترضته من عندي، وافترضت إنه الواحد حتمشي يمين والاثنين حتمشي شمال، قلت لو عملت كنترول إنتر واقفة لأن الدايركشن لا واحد ولا اثنين، صفر. طيب أجي أحطه 1 وأعمل كنترول إنتر مشيت يمين. طيب ها اعمله 2 حشوفها بتمشي شمال، قلتها بيجيني
التفكير انه المفروض ايش اعمل، القيم هذه اغيرها وين؟ في البوتون. في البوتونز، لما اضرب يمين وشمال وستوب. فهيك انا بوصل لمفهوم انه البوتون يغير قيمه مين؟ الدايركشن. طبعا ببدا الدايركشن صفر عشان ايش؟ اول ما اعمل كنترول انتر تكون السياره واقفه، وبخلي البوتون الاول هاي الدايركشن يعمله 1 والبوتون الثاني يعمل 2 والستوب يرجعه 0. طبعا لو حطينا اي قيمه غير الواحد والاثنين هيقف، بس احنا بنفترض انه الصفر اللي بوقف. طبعا مش ملزمين بالواحد والاثنين، يعني ممكن نحط 100 و200، ممكن نحط 10 و20، اي اشي يعني، اي ارقام. المهم انه اللي بينتج او اللي بيطور اللعبه يكون فاهم الارقام هذه. ممكن هان انا احط كومنت هيك، ممكن اكتب زي هيك زيرو ستوب لو مثلا اكثر من واحد بدهم يشتغلوا، او انا خايف ارجع بعد هيك وما اكونش عارف. هاي مثلا هذه موف رايت كويس، و اثنين مثلا موف ليفت. هذا كومنت فسر لي ايش ال ايش المتغير هذا حيعمل. الكومنتس كويسه في الكود، بتساعد كتير، يعني لو جيت مثلا بعد سنه ولا سنتين بدي اطور على هذا التطبيق، فبسهل علي كتير وجود الكومنتس اللي زي هيك. هاي شمال وهي يمين وهي ستوب. طيب لو بدي افكر ازيد السرعه، يعني شايفها بطيئه، يعني لقيتها مش منطقي انه ازيد السرعه من هذه، لانه هذه يعني بتغير على كل الابلكيشن. يعني لو كان عندي سياره وطياره وحاجات كتير كلهم حيسرعوا ساعتها، مش السياره وبس، لان بدي السياره لحالها تسرع، فبدي ازيد الزياده على الاكس. يعني انا بزيد الاكس بواحد، ازيد الواحد، ازيد الزياده، بدل ما ازيده بواحد بزيده باثنين، وبدل ما نقصه بواحد بنقصه باثنين. هيك السرعة حتتضاعف، الضعف حتصير. هاي أسرع صارت، ولو بدنا نلاحظها منيح هاي خلي هذه 5 و5، هنشوف فرق كبير في السرعة. هاي يمين وشمال وهي سطوب. طيب لو بدي أفكر هليتها في قصة إنه السيارة وجهها بيتغير، يعني أنا لما أمشي السيارة لو لاحظنا في المثال عندنا لما تمشي على الشمال شكلها بيتغير. نتذكر احنا بالسكيل اكس السكيل واي، صح؟ السكيل اكس لما عملناها قيمة بالماينس عكس الشكل اتجاهه، عمل فليب هوريزنتال له، يعني وكأني اجيت من هان هذا حددته، اجيت على موديفاي ترانسفورم وكأني عملت فليب هوريزنتال زي هيك. هذا لما عملت السكيل بالماينس. طيب السكيل احنا قلنا لو عملناه قيمته 1 بيعطينا الشكل على حجمه الاصلي، صح؟ معناتها انه لو انا بدي اعكس اتجاه السيارة فالمفروض اغير السكيل اكس بماينس 1. الماينس هتعكس الاتجاه عكس الاصل، يعني الاصل هي السيمبل هي اصله، لما اسحبه هي الضوء هذا على اليمين هيك اصله. معناتها انا لما بدي اعمل سكيل اكس ماينس 1، الواحد معناتها الحجم على اصله، لو عملتها 1.5 هيعمل ضعف، هيعمل قدره مرة ونص، لو عملتها 2 هيجيب لي ضعف حجمه. انا بدي اياه حجمه نفسه، ما بدي اغير الحجم، بس الماينس هذه شو حتعمل؟ حتعكس اتجاهه. هذه متى بدي استخدمها انا؟ لما اضغط الزر الشمال، صح؟ الزر الشمال معناتها بدنا كنترول واي، هاي كنترول اكس، وبدي هذه القيمة ما تشتغل الا لما يكون الدايركشن 2. طيب هذه كيف بدي اربطها في الاف؟ هذه بالأقواس، هاي قوس وهي قوس تاني. هيك صار عندي على الاتجاه أو الاتجاه الشمال بمشي السيارة في اتجاه اليسار وبيعكس اتجاه. نجرب، هاي كنترول انتر، هاي نمشي يمين، هاي نمشي شمال، هاي بنلاحظ انه
انعكست السيارة، صح؟ لما رجعتها يمين ما انعكستش. نرجع نرجعها القيمة لشو؟ واحد. لواحد، علشان ترجع لأصلها اللي ارتسمت عليه، اللي تحولت عليه لسيمبل. يعني لاحظت ان حولتها لسيمبل، هو هذا أصل. لاحظوا هليت المركز فيه ايش؟ في مشكلة بعمل لنا، صح؟ هذا بسبب المركز. مفروض المركز نغيره، يعني نحط السيارة بنص المركز زي هيك، عشان لما نعكس الاتجاه ما نشعرش بالفرق الكبير هذا. هيك صارت تمشي يمين وشمال. طيب لو بدنا السيارة لما توصل لناحية الشمال هذه ترجع لي من اليمين، شو المفروض نعمل؟ هذه القصة بدها تكون مرتبطة بمكان الإكس. يعني أنا عندي لو السيارة الإكس مثلا تاعتها بلغت قيمة معينة، وليكن مثلا زي هيك، يعني لو وصلت السيارة للمكان هذا بدي أرجعها من اليمين. هذا المكان وليكن سالب، ها مكتوب سالب 97، نفترض إنه سالب 100. باجي يعني بقول بالإنتر فريم، طبعا هذا الكود اللي احنا شايفينه شو ماله؟ 24 مرة في الثانية بيشتغل، بضل 24 مرة في الثانية، في كل ثانية 24 مرة بمر على الكود هذا. باجي أنا بحكي له إذا الكار دوت إكس قلت مثلا عن 100، شو بعمل؟ الكار دوت إكس بروحش بعمل، أنا هلقيتها قلت عن 100 يعني ضلتها تنقص 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 لحد إحنا سالب 100، صح؟ سالب 100، لو قلت عن السالب 100 هيا بدها تضلها تنقص لحد ما توصل للسالب 100. في اللحظة هذه هي سالب 105 صارت، في اللحظة هذه أنا ما بدي أوديها، بدي أوديها على أقصى اليمين، بدي أوديها هان. يعني بدي أفترض إنه الإحداث اللي هان قيمته 920، ماشي، هاي 920 للسيارة، بدي أرجع الإكس ل 920. هذه الإف 24 مرة في الثانية حيضلوا يفحص، كل ثانية 24 مرة حيمر على الإف هذه، هاي كنترول إنتر، هاي نمشيها على الشمال، المفروض كمان شوي نلاقيها رجعت من هذا. طبعا النقصان شغال طول الوقت، ليش؟ لأنه الدايركشن عندي شو؟ 2، الدي أي آر 2، فعشان هيك طول الوقت يعني في عندي 2 كونديشنز شغالين في اللحظات اللي كانت بتمشي، الكونديشن هذا شغال والكونديشن هذا شغال لما وصلت للآخر، يعني هذا اشتغل لما وصلت للآخر. هلقيتها في اللحظة اللي هي ماشية على الشمال فيه، هلقيت في اللحظة هذه هاي الكود. اوكي هاي السيارة ماشية على الشمال، هلقيت بكون الاف هذه شغالة، أول ما توصل للآخر للمكان هذا الأخير مباشرة الاف الثانية هذه بتشتغل. هذا طبعا بتشتغل للحظة واحدة بس، أول ما تلمح إنه السيارة صارت سالب 100 أو أقل تروح بترجعها على 920، فبترجع يعني زي اللي بيجري وبنعود نرجعه، بيجري وبنعود نرجعه، كل ما يصل لمرحلة بنعود نشده. نفس القصة طبعا، هذه عكسها بدي أعملها للجهة اليمين، يعني لو مشيت وزادت عن قيمة الإكس، لأنه هيك الإكس بتزيد لما تمشي السيارة لليمين، فأنا بدي أقول له لو زادت عن قيمة معينة طبعا المفروض يكون عكس القيم. أنا ممكن أجي أقول له أنا لو زادت مثلا عن 925 نرجعها لسالب مثلا 95، هاي كنترول إنتر، هاي يمين، هاي صارت تمشي لليمين، هاي رجع لي مرة ثانية، حظله في اللوب. طبعا بضل آخر شغلة عنا إنه كيف أخلي السيارة لما تضرب بشكل تاني تاخد تصرف، يعني تتصرف، يعني أنا هيك حصير أسيب السيارة تتصرف لحالها، يعني لما تضرب أوبجكت معين تقف تنفجر تطلع إشي يتغير لونها، إيش ما بدي أعمل، المهم هي يعني بدها تصير تستجيب لحدث معين.
الاستجابة للاصطدامات هذه بيلزمها كود صغير كتير نكتب زي هيك. طبعا أنا لازم أسمي الموف كليب هذا، هذا الشكل لازم يكون موف كليب عشان بدي أفحص اصطدامه مع هذه السيارة. إذا هذه السيارة صدمت هذا الشكل صار في تصادم بينهم بدي أخذ إجراء معين. طبعا الإجراء مبدئيا تاعنا إنه نوقف السيارة. كيف بدي أوقف السيارة؟ لا، بدنا نعمل الدايركشن زيرو. خلينا هذا نسميه مثلا وول منيح، او ممكن نسميه ستوك مثلا اللي هي الستروك. ايش هو الروكت مزبوط اللي هي، خليها وول احسن. بدي اقول له حاجه بسيطه كتير، كار دوت هيد تيست اوبجكت. بعدين افتح قوس اكتب له هنا وول، اسكر القوس اقول له هنا الدي اي ار تساوي صفر. اللي انا كتبته هنا هو امر فانكشن اسمها هيد تيست اوبجكت. الفانكشن هذه بتاخد تو اوبجكتس، الاول اللي قبل النقطه والثاني اللي بين القوسين. فاحنا نفترض انه الموف كليب كار هو اللي استدعى هذه الفانكشن، لما استدعاها اخذ اسم موف كليب تاني اسمه وول بين القوسين تاعتها. طبعا هذا هو كل الشرط، الشرط يا بيرجع ترو يا فولس. اذا كان في تصادم حيرجع ترو، اذا ما في تصادم بيرجع فولس. هيك بيشتغل هو، يعني حيضل طول الوقت يفحص هل في تصادم ولا لا. اول ما يصير تصادم دي اي ار صفر هنشوفها وقفت. هي وقفت وصار اصطدام. الفراغ هذا ليش موجود؟ لانه الموف كليب هي هو الفراغ فيه، نفس الصوره بتلاقي فيها فراغ. لو عملنا دبل كليك في الصوره هيها، هي الصوره نفسها فيها فراغ. لو بدنا نشيل الفراغ شو بنعمل؟ هي كنترول بي، بعمل بريك ابارت للصورة ها باليمين، بريك ابارت تتحول البيت ماب لشيء. ممكن ساعتها ايش اعمل؟ اقص هذه الجزئية اللي بدي اياها قد ما بدي بقص منها. هاي مثلا زي هيك، هاي يعني تقريبا هيك الحفة قربت كتير، هاي تقريبا هيك زبطت. بالنسبة لتغيير شكل الحيطة، يعني نطلعها الحائط هذه مكسورة، فهذا بيعتمد على الموف كليب نفسه. الموف كليب نفسه ممكن اعمل فيه كذا شكل. هاي نفس الموف كليب شايفين في شكل تاني في داخله مكسور، وعشان هذا الشكل ما يضلوش يطلع لي، لانه احنا عارفين انه من خصائص الموف كليب انه بضلوا ايش يعمل، بضلوا يعمل رننج لحاله. يعني لو ما فيش الامر هذا الستوب اللي هان كان شفنا الحيطه زي هيك طول الوقت بتعمل، بس احنا حطينا ستوب عشان يضل واقف على اول فريم، ولما يصير اصطدام بنقله على الفريم الثاني. فبالضبط هقول له جو تو اند ستوب، يعني انا عند الاصطدام بدي انفذ امرين مش امر واحد. ايش هما؟ بدي اوقف مشي السياره، هيني وقفته، والامر الثاني وول دوت جو تو اند ستوب الاثنين. يعني بدي ادخل جوا الوول واعمل جو تو اند ستوب للفريم الثاني اللي احنا شفنا شكل الحيطه المكسوره فيه، عشان هيك شفنا الحيطه انكسرت.